دكتور رقية، نعم دكتور، صباح النور. واضح الصوت؟ ممكن دكتور المايك عم بيقطع الصوت عندك. طيب شكرا. هيك أفضل؟ يعني أحسن شوي. طيب بس الكل موجود ولا بعد في ناس؟ تقريبا ضايل 4 أشخاص تقريبا من الجروبين. بس عادي دكتور، بإمكاننا نبدأ. طيب هسه انتو رابعة صح؟ دكتور، طيب خلينا نحكي اليوم عن التروما والبيرنز، تمام؟ طيب هلا هي يعني دائما لما حتى البيرن بنعاملها معاملة التروما، لما يجينا المريض البيرن نعطيه تقييم زي كأنه بنبلش مع أي مريض تروما. فإحنا بالعادة لما يجينا مريض تروما على الطوارئ كيف نبلش فيه؟ مين عنده فكرة؟ مين بيعرف البرايمري سيرفير؟ دكتور معلش بدي احكي لك، بس صوت التشويش عندك مغطي على صوتك فاحنا مو سامعينك منيح. في صوت تشويش عم بيطلع معك، لهيك مش واضح صوتك. هيك أحسن؟ هيك أحسن الصوت؟ دكتور هيك أحسن. طيب تمام، هسا بدنا نحكي إنه عن موضوع البيرنز. حكينا بنعملها معاملة التروما، لما يجينا مريض البيرنز البيرن على الطوارئ، إحنا كيف الأبروتش لأي مريض التروما؟ بإيش بنبلش؟ إشي بنسميه برايمري سيرفي. شو البرايمري سيرفي؟ مين عنده فكرة؟ برايمري سيرفي هو إن نبلش بال A B C D E. فشو ال A؟ حدا عنده فكرة برضه؟ أوكي، ال A هي الإيروي. فهسا إحنا بدنا نعمل assessment للإيروي لأي مريض بيجينا تروما أو بير. كيف نعمل assessment للإيروي؟ كيف physical examination للإيروي؟ حدا يحكي يا جماعة. دكتور هو موضوع جديد لهيك صراحة ما عندي خلفية عنه أو ما عندنا خلفية عنه. الايروي كيف نعمل فيزيكال اكزامينيشن، ريسبيراتوري اكزامينيشن كيف نعمل؟ دكتور انا هذا الفكر هسه بنبلش بالايروي. الايروي بنعمل احنا اول شيء اهم شيء اسيسمنت للايروي. ليش انا حطينا الاي اللي هي الايروي كاول شيء، يعني اول حرف او اول خطوه كاسيسمنت؟ الايروي مهمه جدا، لانه اي مريض ما عنده بيتنت ايروي هي ويل داي ويذن 2 تو 3 مينتس، تمام؟ فاحنا دائما بنحط الايروي اللي هي اول شيء، دائما بنحط معها ايش؟ السي اللي هي سيرفايكال سباين ستابيلايزيشن. فدائما احنا اول ابروتش لاي مريض انه نعمل اسيسمنت للايروي. كيف نعمل اسيسمنت للايروي؟ هسه يعني اي مريض بيحكي، انت لما تروح على المريض وتسأله وبحكي معناته هو عنده إيش؟ patent airway، تمام؟ ليش cervical spine stabilization برضو مهم حطيناه مع الايروي؟ حد عنده فكرة؟ الفرينك نيرف منين بيطلع؟ بيطلع من C345. فإحنا إذا يعني كان عندنا minor injury على السيرفايكال سباين وما عملنا له ستابيلايزيشن، ممكن باي حركه غلط احنا نعمل انجري للفرينك نير واللي هو مسؤول عن ايش؟ عن حركه الديافرام، فالمريض يصير عنده ريسبيراتوري اريست، تمام؟ فهي اهميه الايروي والسي اللي هو سيرفايكال سباين ستابيلايزيشن. كيف هسه بدي اعمل انا اسسمنت
إلى الإيروي، توصل عند المريض على الطوارئ، بدي نحط على جهاز الفايتال ساين. هسا إذا أنا أهم إشي أكون متأكد إنه المريض عنده بيتنت إيروي. هسا على الجهاز الفايتال ساين راح أشوف إنه، خلنا فرضا إنه المريض مش قاعد بيحكي معي، فأنا بدي أعمل أسسمنت. المريض طبعا بيكون الأوتوسات عنده لو، اللي بحكي معاه مش قاعد برد علي، فبدي احاول اعمل له ايش، اكزامينيشن للاورال كافيتي بالاول، لانه ممكن يعني بكل سهوله يكون في موجود فورين بادي، سواء فورين بادي كان شيء يعني هارد اوبجكت، ممكن يكون سوفت اوبجكت او ليكويدز، مثلا ممكن اعمل سكشنينج، لانه مثلا زي ار تي اي، ممكن يجينا المريض عنده اي شيء، ممكن تيث، ممكن تراب، ممكن اي شيء. فانا ممكن يعني اعمل اسسمنت للايروي وانقذه عن طريق بس اني اعمل ايش، اكزامينيشن للاورال كافيتي. هسه انا عملت اكزامينيشن اورال كافيتي، شفت فورين بادي، عملت اكستراكشن على الفورين بادي، برضه ما عندي بيتنت ايروي. هسه انا يعني حاليا لازم اعمل ايش، في اشي مسميه اللي هو التشين ليفت وجو ثرست. انا بعمل يعني حركه بالفيزيكال اكزامينيشن اني بمسك المانديبولار انجل وبخلي بعمل الهيد تلت لورا، طبعا مع وجود الكولر اللي هو عشان يعمل لي سيرفايكال سباين ستابيلايزيشن، بحاول اوسع المسافه بين التنك وبين الفوكال كورس بين الابيجلوتس. برضه ما عندي بيتنت ايروي. هسه انا ايش اي شود بروسيد لايش، للانتيوبيشن. انتيوبيشن عندي الانتيوبيشن اللي هو باي انستيزيا، يعني لما نعمل لما نطلب كود على المريض بيجي بيعملوا لنا الانتيوبيشن. هسه في عندنا اندوتراكيال انتيوبيشن هو عن طريق الاورال كافيتي، وفي عندنا ايش نازوتراكيال انتيوبيشن. تمام. هسه انا عشان اضمن البيتنت ايروي، اذا انا مثلا كان عندي فورين بادي وعملت تشين ليفت وجو ثرست وما بين عندي الفوكال كورس اللي هي اللاند مارك للأنستيزيا عشان نحط فيها يعمل انتيوبيشن على أساسها، منروح لنيزوتراكيال انتيوبيشن. نيزوتراكيال انتيوبيشن كل جولة عن طريق النوز بعمل انتيوبيشن للتراكي. في عنا برضو كمان كونترا انديكيشنز للنيزوتراكيال انتيوبيشن، حدا عنده فكرة عنهم؟ كونترا انديكيشن نيزوتراكيال انتيوبيشن هي انه يكون عند المريض اللي بنسميه بيز اوف سكال فراكتشر. شو يعني بيز اوف سكال فراكتشر، او يعني كيف بتبين على المريض؟ بيكون في عنده راكون ايز، هاي من الفيزيكال اكزامينيشن. شو الراكون ايز؟ اللي هي هيماتوما حول الاوربت. كمان بيكون عندنا راينوريا او اللهم صل على محمد اوتوريا، بيكون فيها CSF leak، يعني في عنا white material أو حتى هي بتكون شفافة material بتطلع من ال ear أو النوز، ها معناته أنا إيش عندي CSF leak. وكمان في عندي sign بال base of skull fracture اللي هي البتل sign، اللي هي بتكون pre-auricular hematoma عند المستود process. هسا ليش هذول مهمين؟ أنا أعمل لهم assessment قبل ما proceed for نيزل تريك الانتيبيشن، لأنه بكل بساطة بالبيز اوف سكال فراكتر بيكون على الأغلب أنه عندنا إثمويد بون فراكتر. فأنا لما أعمل الانتيبيشن أنا التيوب تاعي اللي بدي أحطه للمريض ممكن بكل سهولة كروس الإثمويد بون ويطلع للبرين. فهذا كونترا انديكيشن فور نيزل تريك الانتيبيشن. هسا ما زبط معي انا اندوتراكيال انتوبيشن او نيزوتراكيال انتوبيشن، بروح لايش اللي هو اخر حل تو اشور او اني يعني اضمن بيتنت ايروي اللي هو ايش السيرجيكال ايروي. سيرجيكال ايروي اللي هي ايش، في عندنا تريكيستومي وكريكوثارودوتوم، نعملهم. خلينا نفترض ان عملنا بالطوارئ، هسه احنا حاليا ضمننا بيتنت ايروي. هسه لو نروح على البيرن يعني على وجه الخصوص بموضوع الايروي، فكره بالبيرن احنا من ايش بنخاف؟ بنخاف من اي انهليشنال انجري. ليش؟ لانه احنا يعني هسه ممكن يجي المريض وعنده بيتنت ايروي، يعني صاير معاه انهليشنال انجري وعنده بيتنت ايروي،
أنا حالياً أنا شايفه بالطوارئ المريض يعني لوكسويل بتنفس كويس، لكن أنا شاكب إنهاليشن الإنجري. شو الـ signs of inhalation injury؟ يعني لو حدا بدي يفكر هيك بكل منطق، أنا حدا شاك إنه عنده inhalation injury، كيف ممكن يكون يجين المريض؟ أبنية ممكن؟ نعم، أنا مش عارف أتنفس يعني أبنية. طيب هسه بيجي المريض تاع الانهاليشن دكتور، بس معلش اسال سؤال لو سمحت. تفضل اسال سؤالين. لما نحكي باتنت ايرواي يعني ايش بيكون مواصفاته؟ يعني بيكون قادر يحكي مثلا بك كان يلهف، يعني ايش الاسس تبعتها؟ هسه ما ليش حكيت لك في عندنا اسسمنت. هسه اذا المريض كان سبيك معناته هي هاز باتنت ايرواي، هسه بالهف ممكن، بس هذا إشي هذا يعني لما تحكي لي بالهف، لما تحكي لي صايبه ضيق التنفس، هاي بتروح منروح على البي اللي هي البريثنج، بس احنا حاليا بنحكي بالايروي. يعني هو عنده بيتنت ايروي لكن البريثنج تبعه مش تمام. اوكي متفقين، هاي بنعالجها بي، لكن بالاي اللي هو الايروي انا بدي اضمن بس بيتنت ايروي، بعدين موضوع البريثنج بحله. تمام، لان انا بس معي 2 تو 3 مينتس، صح ولا لا؟ تمام. هسه بالانهيليشنال انجري مريض البيرن على وجه الخصوص بيكون في عنا، يعني أنا بدي أشوف سكيلد سكين حول الماوث أو حول النوز. في عنا المريض بيعمل يعني كافينج لا كاربونيشيوس ماتيريال، يعني السكيوتم تاعه بكل بساطة لونه إيش؟ بلاك. تمام. ممكن المريض كمان يكون عنده سترايدر أو ويزز أو بوث برضو. كمان ممكن على الأسكالتيشن أنا بسمع ديكريز إير إنتري على بايلاترال. تمام، فأنا بشك بإنهاليشنال إنجري. هسا بالإنهاليشنال إنجري بمريض البيرن بعد ما عمله أنا أدميشن بدي إيش؟ طبعا إنهاليشنال إنجري بغض النظر عن كم نسبة البيرن اللي صار معاه هي إنديكيشن فور أدميشن، لأنه بدي يكون كلوز أوبزرفيشن. هسا انا بعمل له الكتيف انتيوبيشن، يعني المريض بيكون صاحي وبحكي له وبشرح له انا بدي اعمل لك انتيوبيشن. ليش بحكي له؟ لانه انا عندي اللارينكس اللي هو بحمي لي المنطقه السوبرا جلوتيك، بده تقريبا بين 7 ل 10 ايام اذا كان واصل انهاليشن انجري انه شو يصير فيه إديما. فاذا صار في عندنا إديما انا حاط المريض صار في عندي إديما وعم تكبر، بصير المريض راح يصير ابنك، راح يصير عنده بيتنت ايروي، وممكن المريض داي من ايش؟ من انه انا بس ما كانت خاطره ببالي. هسه لما اعمل له برضه كمان لما انا اتاخر عن المريض بالانتيوبيشن راح يكون الانتيوبيشن تبعه كثير صعب، لانه في إديما واحنا مش شايفين كل المنطقه السوبر جلوتيك مش شايفينها، وحكينا ان الفوكال كورد هي اللاند مارك للانتيوبيشن. تمام. هسه فانا يعني شو الفكره؟ انه بالبيرن بالانهاليشن انجري انا بعمل للمريض انتيوبيشن ايرلي عشان to avoid إنه يصير في عندي لارينجيال إديما راح تسكر لي المنطقة وما راح أقدر أحط أعمل إنتيوبيشن بعديها. طيب هسا برضو كمان معلومة، هسا لما إحنا نحط التيوب الإنتيوبيشن في إله زي الكف. تمام، هاي الكف بتكون موجودة وين؟ فوق الكراينة، صح؟ عندنا تريكيا في كراينة مشان يروح رايت وليفت مين برونكس، فوق الكراينة بتو سنتيمتر. هاي ال typical place إنه لما أحط أعمل intubation 2 سنتيمتر above الكراينة. هسا إذا أنا كان مريض البيرن، إذا كان في عندي صار بعد، طبعا بكون بعد 10 إلى 14 يوم بصير في عندي الكف هاي بصير حولها ليك. كيف يعني بصير ليك؟ يعني بصير تبين على جهاز الفنتيليتر إنه أنا في عندي ليك، يعني إنه الكف مش مكفية على كامل التريكي، يعني مش مسكرة على كامل التريكي والتيوب جواها. فهذا إشي هاي good sign ولا bad sign؟ هاي very good sign. ليش؟ لأنه أنا عندي أنا قاعد بتخيل إنه الإديما اللي جوا قاعدة بتخف، فأنا ما بعمل extubation لمريض البيرن إلا إذا صار في عندي اللي هو الكف ليك. تمام؟ طيب هسا برضو كمان نفس الإشي، إذا كان أنا صار عندي إديما وما عملت intubation وتأخرت وحاولت أعمل intubation، أو مثلا مريض ريفيرال من مستشفى بيريفرال وصار له أسبوع بيرن
جاك على الطوارئ وحاولت تعملي انتوبيشن ما قدرت proceed for S زي ما حكينا surgical airway اللي هو تريكيستما أو كريكوثارتيتما. تمام، هاي احنا حاليا ضمننا ايش؟ patent airway. منروح على البي اللي هو الايش؟ البريثنج. ثم مظهر التروما بشكل عام، احنا كيف نعمل assessment للبريثنج؟ شو بتعرف الفيزيكال examination للرسباراتوري العادي؟ شوفوا مين يحكي لنا. حدا صاحي ولا كيف؟ دكتور يعني الريت وال نعم الموفمنت اوف تشست وذ بريذنج واحد واحد الانسبكشن بايش بتشوفي زي ما حكيت اه موفمنت وذ ريسبيريشن كما التشست موفمنت اه كمان ايش بالانسبكشن نشوف إذا في symmetrical chest expansion. هذا بالpalpation نشوفها، بالinspection برضه بس كمان بالpalpation. هسا بالinspection بشكل عام. هسا أنا زي ما تحكي أنا شو بتوقع إن يكون صار عندي مريض لتروما بالموضوع البريثنج بالضبط. على أساسه بدي أعمل physical examination to rule out أو rule in. تمام؟ هسا أنا عندي مريض مثلاً التروما. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا بشك بأنه يكون عندي مثلاً نيموثوركس. شو الساينز أوف نيموثوركس؟ أنا بشوفها أو عملها إكزامينيشن. حدا بيعرف؟ طيب الفيزيكال إكزامينيشن لما أرضى نيموثوركس اللي بالعادة بيكون طبعاً إحنا نيموثوركس عندنا أنواع، عندنا سبونتينيوس نيموثوركس وعندنا تينشن نيموثوركس. بالعادة بالتروما أو حتى بالبيرن. بالبيرن وين بيصير؟ بالبيرن بيصير بالإكسبلوجنز، يعني إذا كان أو هو كان بكلوزد أريا. الفكرة مش إنه بلنت التروما، يعني مش في ما في إشي ضرب المريض على التشست وول، ممكن يكون بس بالعادة ما في إشي ضرب المريض على التشست وول فعمل له فلورال إنجري فعمل له تنشن نيموثوركس. بالعادة بيكون في عنا هو بارو تروما. بارو تروما يعني على فرق الضغط اللي بيصير حول التشست وول بيصير في عنا تنشن نيموثوركس. هاي بمرضى التروما بالمرضى البيرن. مرضى التروما بالار تي اي بلانت تروما حتشست وول، انا بشك انه جواته في عندي يا نيموثوركس يا هيموثوركس، والنيموثوركس هو تنشن نيموثوركس. فهاي طبعا تب امرجنسي. الكلينيكال الدياجنوسيس لل تنشن نيموثوركس هو كلينيكال دياجنوسيس، يعني انا مش بحاجه لتست اكس راي عشان اعمل دياجنوسيس للتنشن نيموثوركس، في حين اني انا بحاجه لمريض سبونتينيوس نيموثوركس. تنشن نيموثوركس كيف بيجي الساينس؟ يعني انا لما المريض لما حكينا انه بنحطه على المونيتور للفايتال ساينس بدي يكون المريض تاكيكارديا اول شيء من البين، تاكيكارديا اول شيء من البين هايبوتنسيف، المريض دي ساتينج يعني الاوتو سات تبعه لو، لما نحكي احنا لو يعني بنحكي احنا تحت ال 90 بس بالعاده تنشن نيموثوركس بكون تحت ال 80 كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. كمان منروح على الدايليتد نيك فينز تريكل ديفيشن، هاي كلها ساينز اوف تنشن نيموثوركس. فانا وقتها لازم على طول بروسيد تو انسيرت ايش؟ التست تيوب. هسه كيف انا بعمل، يعني كيف انا بدي، يعني الفكره انه بالنيموثوركس بالهيموثوركس انا بدي احط تست تيوب، تفرق معاي بالاورينتيشن تشات تاع التست تيوب. How to insert the chest drain أو the chest tube. في عنا إشي بنسميه safe triangle. شو هو safe triangle؟ اللي هو المكان أنا اللي محدد لي إني أحط فيه the chest drain. اللي هو عبارة عن ال head تاع the triangle بالأكزيلا على anterior أو middle axillary line. في عندي كمان lateral border of pectoralis major. في عندي كمان anterior border of latissimus dorsi، وفي كمان عندي ال fourth أو fifth intercostal space. هذا المثلث هو ال safe triangle to insert is chest tube. هسا تفرق معي بالorientation كيف أنا بحط chest tube؟ طبعا لأنه بالنيموثوركس الهواء by gravity بيتجمع وين؟ فوق. فأنا محط chest tube لازم يكون orientation تاع حطتي للchest tube تكون لا يعني upward.
وبالهيموثوركس باي جرافيتي كونه هيموثوركس يعني في بلد مجمع بالتشست كافيتي لازم يكون الاورينتيشن تاعي لته. ف زي ما حكينا هسه في عنا النيموثوركس ولازم تنشي نيموثوركس لازم نحله. في عنا الهيموثوركس وبرضه نفس الشيء طبعا بده يكون المريض على الاغلب انه يعني على الفايتال ساينز نفس الساين. الهيموثوركس الفكره فيه فكره يعني زياده عن موضوع النيموثوركس انه انا مش بس بيهمني المريض عم يعني ال unwanted material خلينا نحكي الموجوده جوه الشيست وول سواء كانت بلد سواء كانت زي الكايلوثوركس اللي هو لمف اي شيء بلورال افيوجن. انا مش بس بيهمني شو اللي بيطلع من جوه بيهمني كمان كميته. يعني بالهيموثوركس مرضى التروما بتهمني الكميه كيف انه انا اذا كان في عندي البليدنج او البلد اللي بيطلع بالتشست درين خلال القش يعني خلال اول محطه التشست تيوب طلع قش اوف بلد بكميه اقل من 1200 مل هذا معناته انه انا في عندي ماينر بليدنج ممكن انه يتسيطر عليه عن طريق انه يظل محطوط التشست درين يطلع لي البلد الموجود جوا وراح كونزيرفاتيف راح يسكر البليدر لحاله. لكن اذا كان في عندي انديكيشن لا ثوراكوتومي شو ثوراكوتومي انه يعني اللي هو انسجن اللي من نوديه المريض على الثيتر نفتح التشست وول تاع المريض لانه انا شاك انه في عندي ميجر بليدر والمريض راح يخلي لي المريض انه هايبوفوليميك شوك وبده كنترول اللي هو الانديكيشن فور ثوراكوتومي انه القش اوف بلاد اول ما نحط التشست تيوب اكثر من 1200 مل او أكثر من 200 إلى 250 أورلي لمدة 4 ساعات. فهيك أنا بحكي إن أنا شو عندي؟ في عندي ماسيف هيموثوركس نيد ثوراكوتومي. كمان بمرضى التروما طبعاً هيموثوركس وفي كمان عندنا فلايل تيست. هسا الهيموثوركس والفلايل تيست هذول قليل ما نشوفهم مرضى البير. ممكن نشوف الهيموثوركس زي ما حكينا بالإكسبلوجنز كباروتروما. هسا بنروح على هذا بعرف دكتور صوتك قطع كامل لما سألتنا إنه هسه بنروح على بعدين ما سمعنا ولا إشي هسه بنروح على فلايل تيست تمام مسموع دكتور هسه بنروح على فلايل تيست شو تعريف الفلايل تيست اللي هو الفكرة فيه إنه يكون أنا في عندي two or more fractures and two or more consecutive ribs يعني بتكون هي عبارة لما يصير يعني شو أهميته إنه بس بصير زي سيجمنت أوف ريبس لما بتعمل بارادوكسيكال موفمنت خلال البريفنج يعني بالإنسبيريشن بتكون بتفوت إنسايد وبالإكسبيريشن تطلع لبرا. شو أهميتها موضوع الفلايل تيست إنه ممكن هاي الريبس لأنه طبعا شارب إيجز بيكونوا فأنا ممكن أعمل مش أعمل يعني هو المريض خلال inspiration ممكن يصير في عنده lung برانكامل injury من هاي الشارب edges تاعيت ال segment of ribs البروكن تمام. فهي indication انه المريض ينعمل له قد حتى لو كان المريض otherwise stable اموره ممتازة لكن لازم اذا كان عنده platelets لازم admission ولازم ICU admission وkeep observation حتى انه إذا أي مريض صار عنده أي sign of respiratory distress لازم نعمل للمريض إيش intubation بغض النظر عن Glasgow Coma Scale بغض النظر عن وضع المريض بشكل عام حتى لو كان أموره ممتازة. أنا إذا صار عنده أي sign of respiratory distress وعنده flail chest لازم أعمل للمريض intubation حتى أتأكد إنه ما يصير في عنده lung parenchymal injury تمام. هاي هيك حكينا عن ال A اللي هو airway ال B اللي هو breathing نروح على السي اللي هو السيركوليشن. السيركوليشن هسه انا بمرضى البيرن برضه بمرضى التروما اللي هي بشكل عام انا بشو بكون اكثر إشي شاك ان في عندي انا هايبوفوليميك شوك. مرضى التروما بشكل عام مثل ار تي اي او كوارل اللي زي يعني الكوارل زي الهوشه يعني او المشاجره الطعن اي إشي بصير مع المريض انا بشو بكون خايف
أكثر إشي إنه يصير في عنده هايبوفوليميك شوك. هايبوفوليميك شوك بالتروما العادية هي بيكون عن طريق إيش؟ في عندي بليدينج. بمرضى البيرن بيكونوا على الأغلب لأنه في عندي فلويد لوس من الأريا اللي صار عليها البيرن، لأنه السكين زي ما نعرف هو يعني الريجوليتر لموضوع الفلويد. تمام. هسا شو أنا في عندي؟ أنا أكثر إشي بكون خايف منه الهايبوفوليميك شوك. زي ما حكينا الهايبوفوليميك شوك إلها كلاسز، عندي كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 وكلاس 4. هسا كلاس أنا ليش أنا يعني عملت أو هي موجودة إنه في كلاسز للهايبوفوليميك شوك؟ لأنها تتفرق معي بالفلويد ريسسيتيشن للمريض. هسا في أنا أول إشي قبل ما أبلش بالمريض لازم أعمل استيميشن لكمية البلد الموجودة عنده. كيف بعمل assessment؟ هسا إحنا دائما كنا نحكي إنه adult male بالثيرتيز وزن 70 كيلو بيكون البلد عنده كم؟ 5 لتر، اللي هي أنا بدي أضرب الوزن فاصلة 7، فبعمل استيميشن أنا لكمية البلد الموجودة عند المريض. وعلى أساسها بدي أروح أنا عشان أقدر أصنف المريض هو اي كلاس من كلاسز الهايبوفوليميك شوك، اللي على اساسها المانجمنت تاعتي بتختلف. هسه في عندي انا كلاس 1، كلاس 1 اللي هو انا في عندي تقريبا 15 واقل 15% فلويد لوس او بلاد لوس بنسبه 15%. هسه كيف بتكون انا كيف بدي اعرف انه هالقد احنا باي كلاس؟ طبعا عن طريق الفايتال ساينز اللي هي البلس والبلاد بريشر. بالعادة كلاس 1 ما بيكون فيها significant change على البلس والبلد بريشر، بيكون يعني تقريبا ذا سيم. بنروح على كلاس 2، كلاس 2 اللي هي بين 15 الى 30% بلد لوس، اللي هي شو بده يكون ظاهر على المريض؟ بيكون صار في عنده بلش يصير في عنده تاكيكارديا، اللي هو المريض صار around ال 100، زائد البلد بريشر بده يكون بلش ايش؟ ما بصير هايبوتنسيف بالاول. المريض اول شيء بصير في عنده الدايستوليك بيرفع، تيسك بلد بريشر بيرفع. بعدين بصير بكلاس 3 اللي هو بصير في عندي التاكيكارديا صارت بين 120 ل 140، كانت حكينا بكلاس 2 100 الى 120، هسه بين 120 ل 140 صار السيستوليك والدايستوليك بلد بريشر لو، صار المريض اجيتيتد هسه بنروح على كلاس 4 اللي هي بين اكثر من 45 الى 50% بلد لوس، اللي هي بصير عند المريض ايش؟ بصير اول اشي decreased consciousness، mental status changes، وبيكون البلس فوق ال 140، عنده blood pressure systolic و diastolic low، او حتى ممكن يكون نصل لمرحلة اللي هي unrecordable blood pressure، يعني الجهاز مش قادر يقرأ blood pressure على قد ما هو له. فشو بتفرق معاي بالمانجمنت؟ بتفرق معاي انه انا بكلاس 1 و 2 في بقدر انا اعوض المريض بفلويدز، كلاس 3 و 4 I need إيش؟ يصير عوض المريض ببلد. عشان هيك أنا أول ما يوصل عندنا المريض لما نظل نحكي مثلا بأي محاضرة أو إشي بتشوفه بحكي لك إنه insert two large bore cannulas. شو يعني large bore cannulas؟ بس cannulas ألوان، وعلى أساسها الجيج كل ما نزل معناته الفلو بيزيد، فعندنا أصغر جيج اللي هي الكانيولا الأورنج، الفلو فيها اللي هي 240 مل بير اور، فانا ممكن تخلص لي لتر باربع دقائق، فشيء كثير ممتاز انا اذا كان انسيرت الاورنج كانيلا. وفي عندي كمان الجراي وفي عندي الجرين، هاي المفروض ان نكون عارفين انه شو هم اللارج بور كانيلاس وكم الفلو فيهم، اللي هم عندنا جرين وجراي واورنج تصاعديا. طيب هسه احنا حطينا المريض تو لارج بور كانيلاز احنا بنبلش فلويد ريسيتيشن. هسه شو بتفرق عندنا هون بمريض اللهم صل على سيدنا محمد البيرن؟ مريض البيرن دائما هي نيت اجريسيف فلويد ريسيتيشن، لانه انا بتوقع حتى لو انه المريض حتى على الفايتال ساينز بتوقع انه المريض لا لسه كمان هو يعني اذا كان انا شايفه بكلاس 2 لا انا بتوقع انه هو بكلاس 3 كمان. فعشان هيك في عندنا فورمولا معادلة خاصة بموضوع البير اللي هي تو نعمل assessment ونحسب ال calculating لل fluid resuscitation لمريض البير. باركلاند فورمولا ببساطة هي إنه نضرب
رقم 4 في total body surface area في ال أو مش total body surface area اللي هي المنطقة يعني 4 cc per kg في نسبة البيرن اللي صارت عند المريض. كيف بدي أحسب أنا نسبة البيرن اللي صارت عند المريض؟ في عنا إحنا تقسيمات، في عنا الهيد اللي هو بأخذ 9%، يعني في عنا 11.9 والبرينيوم 1%. الهيد 9، الشيست مع الأبدومين أنتيريرلي 18، الباك 18، الأبر لمس الرايت والليفت كل واحدة 9.9، اللور لمس الرايت 18 والليفت 18، فهيك بيكون عندنا 11.9 هي رول أوف ناين، والبرينيوم 1، فهي 100%، هاي هيك بيجمعوا بالآخر 100%. بس أنا عشان ليش هاي مهمة؟ عشان أعمل أسسمنت ل نسبة البادي سيرفيس اريا البيرن، اللي اساسا بدي احسب له الفلويد، اللي اساسا في عندي شيء بنسميه ايش ادمشن كرايتيريا. هسه الادمشن كرايتيريا اللي انا اساسا بدي احدد مريض البيرن هذا ممكن انه يدخل، ممكن انه اي كان ديسشارج هيم هوم ويتابع بالاوت بيشنت كلينيك. تمام. هسه شو هي الادمشن كرايتيريا؟ او قبل الادمشن كرايتيريا خلينا نحكي عن البيرن نفسه. البيرن في عنا كم ديجري للبيرن؟ 4 ديجري. فيرس ديجري اللي هي بتكون كونفايند على الإبيديرمس أونلي، يعني بيكون في عنا المريض بيجي بس بريدنس بالسكن بينفول، لكن ما صار في بينتريشن للإبيديرمس. بالعادة بتكون من إيش؟ بتكون من البويلد ووتر، يعني بيكون مثلا المريض بالعادة بيجي مثلا من مي حامي، مي بتغلي. فهاي ايش الكرايتيريا؟ يعني ما في اي هنا اي انديكيشن فور ادميشن لمريض ال شو اسمه الفيرست ديجري. بس في عندنا سكند ديجري. سكند ديجري اللي هو من قسمه لا سوبرفيشال وديب. سوبرفيشال اللي هي بتكون فقط على الديرمس، والديب وصلنا اللي هي السكند ديجري في عنا سوبرفيشال وديب اللي هي بالديرمس، يعني خلصنا البيديرمس صرنا بالديرمس. هسه الديرمس فيها بابيلاري وفيها ريتيكولار. البابيلاري اللي هي سوبرفيشال ديرمس، هاي شو بتكون؟ بتكون في عندي انا يعني كيف بيجي المريض انه انا بشوف البير واصل يعني قاطع الابيديرمس بينفول تو تاتش، وفي عندي صار في عندي بليستر هي زي الكياس. اهم شيء انه في عندي ايش الهير فوليكلز انتاج. شو اهميه الهير فوليكلز؟ الهير فوليكلز هم المكان اللي ببلش منه الجرانيوليشن تيشو والوند هيلينج. هسه عشان هيك اذا انا عندي هير فوليكلز انتاج معناته انا مش بحاجه الى سكن جرافت. تمام. هاي سوبرفيشال ديرمس. ديب ديرمس اللي هو انا قطعت برضه، لكن انا صار في عندي ايش ديكريز بالبين سنسيشن، انه انا صار يوصل عندي للنيرف والبيرن يعني الانجري وصلت، فانا بصير في عندي البين سنسيشن بيقل لوس اوف هير فوليكل. عشان هيك مرات البليسترز مرات بيكون موجودين مرات لا، بالسوبرفيشال مرات بيكون لونهم ريد، هون بصير لونهم تقريبا يلو تو وايت. هسه على الفكره بالديب ديرمس انه انا ما في عندي هير فوليكلز، معناته انا بحاجه الى سكن جرافت، ان الوند اذا تركته طول العمر ما راح يصير فيه ايش هيلينج. تمام. بس نروح على الثيرد ديجري اللي هي بيصير انه انا قطعت الابيديرمس، قطعت الديرمس، بصير في عندي ليذر سكن يعني زي السكن اللي هو ناشف، ووصل عندي البيرنال سبكوتينيوس فات. فورث ديجري، فور ديجري انه صار وصل عندي البيرن لبون او مسلز او تندنز. ليش اهميه اني انا احدد انا باي ديجري؟ عشان زي ما حكينا نحدد البلان اوف مانجمنت، وانه بدي اعمل له ادميشن ولا لا. هاي واحد. اثنين، بدي سكن جرافت ولا لا. وشو نوع السكن جرافت برضه؟ فالادميشن كرايتيريا اللي هي طبعا هاي ريسك كاتيجوريز اللي هم دائما الشيلدرن والالدرلي. الشيلدرن اقل من 10 سنين، الالدرلي اكثر من 50 سنه. هذول
إذا كان في عندي body surface burn surface area أكثر من 10%، هذولا هاي كريتيريا فور admission، هاي indication فور admission. طبعا second degree وما فوق، second degree وما فوق بأكثر من 20% من body surface area burn، هاي بأي يعني بأي age. تمام. وفي عندي لما يكون في عندي second or third degree burns على significant portions، يعني زي مثلا الهاند، الفيس، الجينيتاليا، السكن اللي بتكون over joints، هاي الأماكن يعني إنه لازم كراتيريا for admission، حتى لو كان نسبة body surface area زي البالم مثلا، البالم إحنا نعتبره 1%، إذا كان في عندي second or third degree burn على البالم معناتها indication for admission بغض النظر عن النسبة بشكل عام. تمام. هسه نروح زي ما حكينا، حكينا عن باركلاند فورمولا اللي هي 4 سي سي بير كي جي بالبيرن سيرفيس اريا. هسه لما احسب بدي يطلع معي رقم، هذا الرقم هذا هو كميه الفلويد اللي انا مفروض اعطيها للمريض خلال اول 24 ساعه. شو بالعاده احنا منبلش بالفلويد، شو نوع الفلويد؟ منبلش برينجر لاكتيت. الرينجر لاكتيت كميته اللي بدي انا احسبها، لو حكينا انه مريض مثلا وزنه 70 كيلو، نسبة البيرن سيرفس اريا خلنا نحكي 30% second degree، فهي كريتيريا فور ادميشن. بس 30 ضرب 70 2100 ضرب 4 بيكون عنده 8400. هذول 8400 هو عبارة عن 8400 سي سي رينجر لاكتيت، بنقسمهم لنصين، اول نص باخذ المريض باول 8 ساعات، ثاني نص باخذه بال 16 ساعة المتبقية من first 24 hours لما انت شفت المريض. تمام. فطبعا بعديها طبعا بدك تحسب له maintenance fluid، بس هاي fluid resuscitation. تمام. هسا لو نرجع على موضوع ال primary survey، احنا حكينا عن A وال B وال C، ال D disability اللي هي بتنحسب بجلاسكو كوما سكيل. شو الجلاسكو كوما سكيل لمريض التروما او البيرن او اي مريض بالعالم؟ الجلاسكو كوما سكيل هو عباره عن اسسمنت ليفل اوف كونشسنس للمريض، باي اسيسنج الفيربال والاي موفمنت والموتور، على اساسها طبعا بدي يطلع لي انا سكور من 15. هذا السكور هو على اساسه انا بدي اقيم المريض. شو ايش اهميته؟ انه انا اذا كان عندي السكور اقل من 8 هاي indication for incubation، اذا كان عندي السكور اقل من بين 8 الى 14 المريض needs brain CT لانه بكون عنده decrease of consciousness. هسه كيف تقسيماته بتوقع لو تشوفوها لحالكم احسن، نضل نذكر فيها هسه مش مفيد يعني. تمام. هاي الـ disability. الـ E اللي هو الـ exposure. exposure لازم you have to undress the patient كاملا وتعمل له assessment كامل على الـ يعني supine position، وعلى انه تعمل له log roll بنسميها، انه احنا نحط المريض على جنب حتى to relieve the tension اللي بصير على المريض. wall involvement circumferential burn راح يعمل بريشر والمريض ما راح يقدر اصلا ياخذ نفس، فانا لازم اعمل له سكيرتومي. مرات كمان مثلا لما يكون عندي سيركمفرنشال مثلا عند الفور ار، اذا كان في عندي سيركمفرنشال بيرن هذا راح يعمل برضه كمان تنشن وراح يعمل لي اسكيميا للمنطقه اللي بعد البيرن. This is an indication for سكيرتومي. احسن شيء نبلش فيها متى؟ من 4 إلى 6 ساعات. ليش؟ حتى انه ما يصير عندنا شيء بنسميه الميونيكروزس، يعني انا اذا كان في عندي اسكيميا فبصير المسج اللي بعديها ما بوصلها بلد، فبتصير اسكيميك نيكروتيك وبصير في عندنا اللي هو بنسميه الميونيكروز. تمام. هسه شو اهميه انه لما احنا نحكي عن اذا يعني زي ما حكينا قبل شوي انه اهميه اني انا اعرف الديجري اوف بيرن اللي على اساسه بدي اعمل المانجمنت، اللي هو زي لما نحكي عن الجراف. شو انواع الجراف اللي بنعرفها؟ حدا بيعرف؟ تجيكم امتحان دائما. في عنا الاوتوجراف وفي عنا اللي هي الالوجراف. الاوتوجراف اللي انا اخذ
دكتور صوتك فصل. دكتور محمد احنا مو سامعينك. ما بعرف وين رن التليفون، صوتي رجع. دكتور هسه سمعناك. تمام. هسه وين كنا؟ شو كنا نحكي؟ كان عند نقطتين، الالوغرام وايش الثاني دكتور؟ التوغراف. الجراف، الجراف، احنا بنحكي عن الجراف. في عندنا اوتوغراف وفي عندنا هوموغراف. هسه شو الفكرة؟ انه احنا في عندنا الاوتوغراف اللي انا باخذ سكن جراف للمنطقة اللي فيها deep second degree burn أو or more عشان أعمل إجراف، يعني بأخذ سكن من المريض نفسه بعمل إجرافتينج على المنطقة اللي صار فيها burn حتى يصير في عندها healing، ما بعمل له plastic surgery. تمام؟ فعشان إحنا يعني نعمل يعني to choose أي واحدة فيهم لازم يكون في عنا indications. هسا أول indication اللي هو في عنا deep second degree burn or more. تمام؟ هاي بده المريض، انا بعرف انه بده سكن جراف لانه ما في عنده هير فوليكلز، ما في عنده وند هيلينج، معناته المريض انا لو انترك ما راح يصير في ما يعني مكان البيرن ما راح يتصلح، فانا بعمل له سكن جراف. في عنا اوتوغراف اللي باخذها من المريض نفسه، ولازم انا يعني زي ما حكينا نبلش ب 48 الى 72 ساعه، لازم تكون المنطقة اللي أنا بدي أخذها طبعاً مش واصلها بين، لكن هاي إنديكيشن ثاني. الإنديكيشن الثالث إنه لازم أعمل إشي من سميت شو بيوبسي. شو الفكرة؟ إنه أنا لما بدي أخذ يعني أوتوغراف من مكان البيجنت نفسه إلى مكان البين، إذا كان في عندي أنا يعني سكن إنفكشن مكان هذا البين، راح يعني هاي السكن جرافت راح تخرب. بنفس الوقت انا خسرت مكان، يعني المكان نفسه اللي هو الدونر سايت بالبيشنت نفسه اللي بده ياخذ منه السكن جرافت برضه خسرته، صح ولا لا؟ خسرته لمده 3 اسابيع طبعا، يعني هو بيرجع الوند هيلينج مكان ما اخذنا السكن جرافت برجع بعد اسبوعين الى 3 اسابيع، فانا بكون خسرت مكانين هيك، فلازم اعمل تيشو بايوبسي اللي هو انا باخذ تيشو من المكان البين ببعثه على الباثولوجي يحددوا لي قديش في كمية البكتيريا. طبعا اي يعني السكن فلورا موجودة عند اي حدا، لو انا اخذ بيبسي من اي سكن راح اشوف فيه كمية بكتيريا، لكن هاي كمية البكتيريا راح تكون اقل من 10^5 اللي هو من 100,000 كمية البكتيريا الموجودة. هسا اذا انا اخذت سكن يعني من مكان البيرن، اخذت تشو بيبسي، شفت انه البكتيريا الموجودة فيها أكثر من 10^5، معناته هاي في عندي أنا هنا skin infection، صار في عندي superimposed infection على مكان البير، فهي contraindication إني أنا أخذ أوتوغراف. فشو بيجينا الحل؟ بيجينا الحل بالهوموغراف. الهوموغراف اللي هو إني أنا أخذ اللوغراف اللي هي من human cadaver يعني من جثة، أو من xenograft اللي هي من الأنيمالز. شو الفكرة فيها؟ الفكرة فيها إنه أنا بدي أحطها لمدة 3 إلى 4 أسابيع، مع يعني أنا بدي أحطها 3 إلى 4 أسابيع عشان بعدين أستبدلها بأوتوغراف.
طبعا انا اتاكدت انه انا عندي سكن انفكشن، حطيت الهوموغراف سواء اللوغراف او زينوغراف، حطيتها وابلاي تيبيكال انتيبايوتيك. طبعا ما بزبط او شيء كثير غلط انه انا اعطي اي في انتيبايوتيك لمريض البيرن، ما له اي داعي. ليش؟ لانه البيرن اريا هي مكان ايش اسكيميك، يعني مش واصل بلد. يعني انا لو اعطيته اي في انتيبايوتيك، شو ما اعطيته البلد نفسه اللي عليه اللي فيه الانتيبايوتيك ما راح يوصل مكان البير. فانا الحل انه اعمل ايه، احط توبيكال انتيبايوتيك. حطيت الهوموغراف لمده 4 يعني 3 الى 4 اسابيع، تاكدت انه انا حاليا بعد ما اخذت رجعت عدت البيوبسي، تاكدت انه ما في عندي سكن انفكشن مكان البير. هسه اي كان بروسيد اني ارجع لايش للاوتوغراف. كيف انا باخذ الاوتوغرافت من المريض؟ في شيء بنسميه ديرماتوم. ديرماتوم هو عباره عن زي يعني سيرجيكال تول، تاخذ لي انا السكن جرافت، تاخذ الابيديرمس وبارت اوف ذا ديرمس، يعني بتكون هي بالمايكروميتر، يعني بالضبط 15 مايكروميتر. تاخذ هاي يعني كميه هاي السكن اللي انا باخذها، بالعاده تاخذ من الثاي اذا كانت يعني اذا كانت مش واصله اي انجري، ناخذها ونعمل يعني نعمل جرافتنج على مكان البير. تمام. هسه طبعا شو كمان نحكي، شو هسه الاوتوغراف. هسه انا حطينا الاوتوغراف، هسه كيف هي بدي يوصلها اصلا يعني منطقيا، بما ان حطيناها مكان بير والبير مكان اسكيميك، كيف بدي يوصله البلد سبلاي؟ هسه دائما المكان اي سكن جراف او اي حتى وند وند هيلينج بشكل عام بمر بمراحل. أول مرحلة اللي هي بتكون بين 0 to 3 days بسميها imbibition. شو الimbibition؟ اللي هي عبارة عن osmotic absorption of nutrients and oxygen، يعني ما في داعي، هي ما بتحتاج حاليا خلال أول 3 أيام إلى blood supply، هي by osmotic pressure بتعمل absorption للnutrients. طبعا أنت بدك تكون معوض النيوترينز كفاية حتى أنه يصير في عندي wound healing. بعد 3 ايام هاي السكن جراف تعمل نيو فاسكولارايزيشن، يعني هي بتعمل نيو بلد فيسلز، يعني بصير في جروث للنيو بلد فيسلز تغذي هاي الجراف. هذا بيكون بين اي دي واي دي 3 to 5 days. تمام. بعديها خلص يعني بتكمل الجراف وبصير فيه هيلينج. اتفقنا. هسه بنروح ل شيء مهم اللي هو ال complication of يعني بعد حطينا احنا الجرافت في ممكن يصير في عندنا complications للجرافت اللي هي ايش؟ اللي هي انه المكان اللي حطيناه فيه اصلا عنده poor vascularization، اللي هو زي التندونز زي البون زي المناطق المعرضه للراديوثيرابي، اللي هي زي مثلا خلينا نحكي مثلا بريست كانسر ماخذ راديوثيرابي وصار البيرن على الانتيريور تشست وول، بصير بطون. يعني انا ما بتوقع انه السكن جرافت عندي هون تنجح. تمام. في كمان اللي هو يعني يعني خلينا نحكي اسباب فشل يعني السكن جرافت، انه يصير في عندي ايش دائما اهم شيء، شو اسباب انه انا السكن فيلير اوف سكن جرافت اللي هو ايش؟ هيماتوما تحت مكان الجرافت وسيروما. سيروما اللي هو تجمع الليمف. هسا إذا صار في عندي سيروما أو هيماتوما تحت سكن جرافت، هاي will lift السكن جرافت up، فأنا راح تبعدني راح تبعد المريض الجرافت عن أي نيوتريانس أو حتى أكسجين أو نيو فاسكولاريزيشن تاعها راح يكون صعب جدا. فهاي من يعني دائما common cause for skin graft failure هي هيماتوما وسيروما. كيف إحنا بنحل هذا الإشي؟ دائما لما نعمل سكن جرافت ابلاي بريشر، يعني بنعمل بلك اوف جوز مع يعني بنعمل انجكشن لابينفرين ونحط جوز ابلاي بريشر على هاي السكن جرافت. تمام. هسه في عندنا بيرن وند انفكشن. هسه البيرن وند انفكشن اللي هي يعني بالعاده بتصيب مكان البيرن، هاي شيء مهم. ثانيا كمان لانه المريض زي ما حكينا يعني ممكن يصير في عنده، طبعا شو الفكره بالبير؟ انه يصير في عندي ديستريبيوتيف شوك، يصير في عندي انتقال البلد
من الانترافاسكولار للانترستيشن. هذا ممكن كومبليكيتد انه يعني كومبليكيشن له يصير في عندي بالمونري ايديما كبير بشكل عام, واثنين كانهاليشن البير ممكن يصير في عندي بالمونري ايديما يصير عليها نيمونيا وهي الموست كومون كوز اوف ديث حتى لو كان المريض على فنتيليتر. يعني احنا عندنا موست كومون كوز اوف ديث بالبيرن او حتى بالاي سي يو بيشنتس كاملين بشكل عام اللي هي النيمونيا, سواء كانت فنتيليتر اسوشيت نيمونيا او اصلا مريض جاي قبل الفنتيليتر عنده نيمونيا. اي شيء مهم. الشيء الثاني المهم اللي هو على البيرن اريا نفسه في عندنا يعني موست كومن بكتيريال انفيكشنز اوف بيرن اوف بيرن وند انفيكشن اللي هي سيدوموناس والستاف اوريس. كيف انا بعرف ان انا حاليا عندي هذا البيرن فيه بكتيريال انفيكشن؟ بس سيدوموناس لها زي يعني اذوغنوميك في لها ريحه معينه, هو فاول سميلينج كله بس لها ريحه معينه يعني سيدوموناس فاول سميلينج. في كمان جرينيش ماتيريال بتبين عليه كمان فيها, وبستاف اوريس انه اي وند عندي انا مش قاعد بتحسن, يعني تحول من ديب سكند لثيرد ديجري او من ثيرد ديجري لفورد ديجري, مع ان المريض حاليا ان سيبسيس. شو سيبسيس؟ اللي هو انا في عندي المريض بيكون فيبرايد, مريض بيكون تاكيكارديا, مريض بيكون هايبوتنشن, بصير في عندي ملتي سيستميك اورجان فيلر. يعني انا بشوف مثلا الكيدني فانكشن عنده الكرياتينين واليوريا بعلو, هاي الليفر فانكشن تيست كل الليفر انزيم يعني بعلو, معناته انا صار في عندي ايش؟ صار في عندي رينال شت داون, صار في عندي ليفر شت داون, فهاي ملتي سيستم اورجان فيلر. الحاجه الى الفاسو بريسرز هي زي يعني انا المريض كانت منتين اديكويت بلد بريشر او مين اثيل بريشر فوق 60 حتى مع كل هالفرويد ريسيتيشن, فالمريض بيكون بحاجه لفازو بريسر. تمام. هاي وكمان زي ما حكينا تحولها من اهم شيء من سكند ديجري مثلا الى ثيرد ديجري او ثيرد فورث وهكذا, هاي بياكد لي انه انا في عندي ايش؟ وند انفكشن بحاجه الى بيرن او تشيو بايوبسي حتى واحد حدد كميه البكتيريا ونوعها, حتى حدد نوع الانتيبيوتيك اللي تو ابلاي على هاي المنطقه. بالعاده زي ما حكينا بيكون ستاف او سيدوموناس, فاحسن توبيكال انتيبيوتيك بعطيه اللي هو سيلفرين او سلفادين او سيلفر سلفادايازين, هو البيست انتيبيوتيك فور بير. تمام يا جماعه الخير. دكتور بس ايش الانتيبيوتيك اسمه؟ سيلفر سلفادايازين. هسه في كثير انتيبيوتيك, في سيلفر نايتريت, في سلفيميلين, في كثير, بس الموست كومن واللي كفر السيدوموناس وستاف اوريس وبارت اوف الميرسا اللي هي ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس اللي هو السيلفر سلفادايازين. تمام دكتور. طيب الله يسعدك. بس بدنا نكمل كمان في عنا إشي مهم اللي هي الكومبليكيشنز للبيرن للمريض البيرن. يعني هسه حكينا هسه احنا المريض شاكين انه في عنده نيمونيا, احنا بنعطيه انتيبيوتيك للنيمونيا. برضو كمان في اشياء كثير مهمه ويعني ممكن انها تخلي المريض انه يتوفى, زي ايش؟ في عنا اول إشي السيجرز. كيف يعني شو الفكره السيجرز انه متى بصير؟ لانه من الصوديوم كونسنتريشن. هسه انا طبعا بتكون غلطتي اذا انا بعمل مرات بعمل يعني مش اجريسيف اوفر اجريسيف فلويد ريسيتيشن, فلما انا ازيد كميه الفلويد بصير المريض عنده ايش؟ هايبوناتريميا. ولما انا احاول يعني هيك انه لانه الفوليوم زاد فالصوديوم كميته بالفوليوم راح تكون قليله, فبصير في عندي هايبوناتريميا. لما بدي احاول اعمل ريكوركشن, إذا بعمل كوركشن للهايبوناتريميا بأكثر من 5 إلى 7 ملي جرام بير ديسيليتر بير أور أو بير دي آسف, يصير في عنا إيش؟ سيجرز. فالصوديوم إشي كثير مهم ولازم يترقب ديلي. في عنا كمان هايبركاليميا. هسا من المنطق إنه طبعا شو أكثر كاتيون انتراسيليلر اللي هو البوتاسيوم,
هسه ديورينج البيرن انا لما يصير في عندي انجري لهي السيلز راح البوتاسيوم يطلع لوين؟ من السيلز يطلع لايش؟ للانترافاسكولار. فانا بصير في عندي هايبر كاليميا. فهذا إشي كثير لازم كمان انه يعني يتابع ديلي او حتى بنفس اليوم توايس لازم اظل اتابع البوتاسيوم. ممكن كمان اذا كان طبعا نعمل له شيء بنسميه اللي هو الهايبر كاليميا مانجمنت. اذا ما زبط الهايبر كاليميا مانجمنت ممكن نحتاج لدياليسيس، لانه اصلا يعني الهايبر كاليميا نفسها زي ما بتعرفوا انه اذا كانت اكسيد يعني اذا كانت اكسيد الخمسة ونص اللي هو طبعا عندنا من 3.5 ل 5.5 البوتاسيوم، اذا كانت اكسيد 5.5 وانا ما يعني ما عملت له هايبر كاليميا مانجمنت او ما عملت له دياليسيس، المريض راح يصير في عنده أريثمياز وممكن يصير في عنده أسيستول. عشان هيك برضه كمان لازم يكون إشي كثير مهم إنه لما أعمل المريض إنكوبيشن بعطيه مسر ريلاكسنت، والمسر ريلاكسنت برضه بيعمل لي يعني بيعمل ريليس من الانتراسيلولار إكستراسيلولار البوتاسيوم. فأنا كمان ممكن يعني أعمل أنا يعني ياتروجينيك أعمل برضه كمان هايبركاليميا وأريثميا وأسيستول. كمان ممكن يصير في عندي رينال فيلير. كيف يصير في عندي رينال فيلير؟ انه انا زي ما حكينا هسه احنا في عندنا انجري للمسلز، في عندنا مايجلوبين، مايجلوبين بصير في عندنا مايجلوبين يوريا بيتجمع بصير اكيوميليشن بالكيدنيز والرينال كيبيولز، راح يصير في عندي اسيد يوريا، راح يصير في عندي اكيوت كيدني انجري ورينال فيلير. فعشان هيك شو علاجها؟ اللي هي دائما الفلويد ريسوسيتيشن وبس. طيب هسه وين الدكتورة رقية؟ شكرا دكتور يعطيك العافية. العفو. بس دكتورة رقية هاي دكتور تفضل. NTCR مزبوط. طيب هسه مين حاضر؟ بس انتو الستين سبعة؟ لا في 24 حد، يعني احنا 23 معاك. طيب ممكن بالله تعمل سكرين شوت وتدي لي واتساب للحاضرين. حاضر تمام دكتور. شكرا يعطيكم العافية. شكرا دكتور العافية. ما حدش يطلع يا جماعة من الراوند قبل ما اخذ السكرين شوت. خلص تمام، يعطيكم العافية جميعا، يعطيك العافية دكتور.